اليوم هو عندنا شيء اسمه اوبن داي، مش بس بازار، بازار وبعض المطربين باسل جريسات ومحمود سلطان رح يجي بعد الظهر، وفي كمان العاب للاطفال كبيره هيك هلا بعد شوي رح يجوا بعد الظهر، وفي انشطه للاطفال. اللي قائمين على البازار هم الشبيبه تبعتنا، شبعيه الكنيسه مع ديفيد مشربش، اكيد بدعم الكنيسه وبمسانده الكنيسه، وهذا النشاط دائما هو سنوي، ولكن ريعه رح يكون للشبيبه وللعائلات المستوره. اكيد هل في قسم منه بازار، واللي هي حوالي 32 طاوله مشكل بين ماكولات وبين اشغال يدويه، بين اعمال يدويه بيتيه سواء ماكولات او غير ماكولات، واشياء حلوه فنيه رائعه جدا. بيشاركونا من كل المحلات ومن الشبيبة ومن خارج الشبيبة، من الفحيص ومن خارج الفحيص. هذا النشاط سنوي بيكون، وإحنا كتير مبسوطين في وجودكم وفي وجود هالناس اللي بيجوا يعني وبيشاركوا فيه، وكل عام وأنتوا بألف خير. اليوم كتير سعيدين وهذه المناسبة السعيدة والأعياد المجيدة ورأس السنة المباركة، إنه نكون بين أهلنا هنا بالفحيص ومع الأب بولس حداد. ودائماً أنا متابع النشاطات بالفحيص، صحيح إنهم بيرفعوا الرأس بالمساعدة والمحتاجين والبرامج، وكذلك مع الكشافة وكل الجهات المضبوط اللي عاملة بكل جهد وبالخفاء بدون أي دعايات ولا أي شيء. فهذا شرف لنا نكون اليوم موجودين مع الإخوان هون بالفحيص. نتمنى للجميع أعياد مجيدة وكل عام وانتم بخير. احنا كشبيبة وكمنسقين في الكنيسة بنعمل البازار، طبعا هذا بازارنا الثاني، بتضمن كتير شغلات، في عنا فقرات للأطفال، في عنا مطربين، في عنا باسل جريسات اللي عم نسمعه هلا، في عنا محمود سلطان، ورح تضمن على فقرات كتير، في عنا فقرات للأطفال، في عنا طبعا المطربين، وبرضه عنا تنسيق من الشبيبة وفقرات للشبيبة. احنا هذا بازارنا الثاني لهاي السنه، طبعا الفقرات عندنا اياها متنوعه، في عندنا فقرات الغنائيه المساء والصبح، وطاولات يعني بالبازار مشكله من جميع انحاء المملكه، اغلبها حرف يدويه واكل ومن هالشغلات. الفقرات في العاب نفخ كمان برضه للاطفال، وفي فقره للاطفال. دائما هذا الشهر والعيد دائما بيكون له نكهه غير بالجمعه وبالفعاليات وبكل شيء، فبالعكس نحن كثير مبسوطين وبنشجع الكل انه يكون موجود معنا وحتى ننبسط مع بعض. انا حاليا مشاركه مع البازار، عندي طاوله ببيع عليها بعض المنتجات، صراحة كتير حلو، في كتير فعاليات وأشياء حلوة للأطفال وحتى إلنا، فكتير حلوة، كتير فعالية حلوة ومشاركة حلوة، كتير مبسوطين فيها.